طيب نتكلم احنا هو فرصه ان استاذ احمد كلمنا نتكلم عن امراض اصحاب الامراض المزمنه. بيتناولوه كلمينا بقى يعني ياخدوه من غير ما يبقوا سكر ضغط، ناس بيبقى عندها كوليسترول عالي طبعا. بيبقوا متخوفين برضو، ففرق لنا بقى بين فكره المكمل الغذائي والعلاج نفسه عشان في ناس بيختلط عليها الامر. هو ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت لا يتعارض اطلاقا مع ادويه اصحاب الامراض المزمنه، سواء ضغط سواء كوليسترول سواء سكر. اولا مريض السكر على طول الدكتور بيكتب له مع الادويه، سواء بياخد الانسولين او الادويه المعروفه للسكر بيكتب له على طول فيتامين بي كومبلكس، لان ده اللي بيدعم له الاعصاب بتاعته. مريض الكوليسترول لا يتعرض اطلاقا، بالعكس بالعكس ألب مالتي فيت بيحسن مستوى الكوليسترول مع الدواء. لان فيتامين اي ده مضاد للاكسده، الكوليسترول هو نتيجه اكسده الدهون الغير صحيه وبيحصل ترسبات على الاوعيه الدمويه وبيحصل مشاكل كبيره جدا. ألب مالتي فيت فيه فيتامين اي فهيبقى رائع مع الادويه اللي بياخدها، ولا يتعرض اطلاقا ولا يتعرض مع ادويه السيوله لو بناخد ادويه سيوله اطلاقا. الفرق بين الدواء والمكمل الغذائي ان الدواء هو العلاج الوحيد لاي مرض ايا كان. أوكي. الوحيد، مفيش حاجه اسمها انا عيان عندي ضغط فهاخد فيتامين، وات ايفر اي فيتامين بياخده، انا عيان عندي سكر فهاخد فيتامين. الفيتامين ما بيعالجش اي مرض من الامراض المزمنه او اي مرض ايا كان، ده الفرق. لكن الفيتامين داعم جدا للصحه، مهم. يعني نتكلم في انه ما بقاش حاجه يعني فانتازيا كده اطلاقا، ده لازم يعني مش بالضروره قوي اخده منها كويس. طيب. انا حاسس اني كويس. عارفه يا عظيمه، لو هنتكلم يعني شويه كده بالعاميه، لو انا ما عملتش صيانه للعربيه بتاعتي، العربيه بتاعتي هتتعب اكيد، فانا لازم اعمل صيانه للجسم. اصل عارفه يا دينا، في واحد يقول لك انا دلوقتي حاسس ان انا كويس، هو لازم يفهم ان في مراحل بيمر بيها جسمه اكيد. طبعا. تدريجيا، هو مش بيشعر بيها فجاه اكيد، بس فجاه بيحس انه مش قادر، يقوم من النوم ايه في ايه. صح. فلازم يعرف ان ده بيبقى تدريجي، حصل له نقص في الفيتامينز دي وهو ما اهتمش، حصل له نقص في الفيتامينز وما خدش فيتامينز بالظبط، فبيحصل مشاكل طبعا. أوكي. من ارهاق، من توتر، من نفسيه مش حلوه، مود سوينجز، بشره شحبه، هالات سودا، تشققات حوالين البق، احيانا دم ينزل ولو انا بغسل السناني، عدم التئام الجروح بطريقه كويسه، ما دام ما عنديش سيوله. يعني انا لو حد يقول لك ايه طب انا كذا اتعورت والدم السيوله عندي عاليه جدا، لو ما عنديش سيوله وبرده لا، فيتامين سي بيساعد جدا على التئام الجروح. أوكي. مناعتي مش قويه، انا لو ما خدتش فيتامينات طول الوقت هبقى ملطشه بقى للفيروسات والبكتيريا، ملطشه خلاص جسمي. لا، ما هو مش لازم قوي. ادعمه طبعا، يبقى عندي جهاز قوي، يبقى عندي جهاز قوي وبنيان قوي، ده الفيتامينات بتعمله.